السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد دونك في هاد لا فيديو لا كوريكسيون دو لا دوزيام كونترول بالنسبة للتلام ديال الأولى إعدادي و لي لوسون لي كاينين في هاد الكونترول كاين لا بريسيون إي لا بريسيون أتموسفيريك لا ماس فوليميك إي لا شالور إي لا تومبيراتور دونك بيان سور لي ما لي ما ماشي دوز شي درس من هاد الدروس في الامتحان ماشي مشكل يخدم الامتحان غير لي كيستيون ديال داك الدرس ما يجاوبش عليهم

L'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme sur mètre cube. Donc il a l'unité de la masse volumique, on dit le m sur V. L'unité de la masse est le kilogramme, l'universelle, tu as vu dans de la masse, et la de le volume, l'unité est le mètre cube. Donc l'unité de la masse volumique, elle est تكون le kilogramme sur mètre cube. Donc حتى هذه نديروا فيها vrai ou faux, حتى لجمال بربعة Question numéro 2. Complétez les expressions suivantes donc هنا عطاونا الاولى on symbolise la masse volumique par le symbole de la masse volumique comme vous le savez هو rho donc kanrmojouibho la température est mesurée par باش كنقيسوا la température كانعتمدوا على le thermomètre donc le thermomètre son unité est et شنو هي الوحدة ديال le thermomètre y a le degré celsius قالت الجملة الأخيرة راه سهلة لا بريسيون أتموسفيريك أو نيفو دو لا ميغ إي ميل تخي زيكتو ديجا شفناها في السؤال الأول كونفيرتيغ دونك طلبو منا نحولو هنا تحويل نحتاجو جدول ديال التحويل واحد هيكتوباسكال باسكال لباسكال ها هو الجدول حاولو ترسموه غادي نديرو فيه مثلا هنا البار شفناه في التمارين نقطة نقطة هيكتوباسكال باسكال نقطة وهنا نديرو باسكال دونك إلا بغينا نحولو واحد هيكتوباسكال باسكال لباسكال فهادي واحد يكتب هكتوباسكال نحولها لباسكال هي مية و غادي نجيو هنا غادي نجيو للجواب ونكتبو هنا صون واحد بار طلبو منا نحولولها لهكتوباسكال لاميم شوز غادي نمشيو للجدول دونك هنا واحد بار هي هادي الا طلبو منا نحولوها لباسكال هي الف هكتوباسكال دونك الا كنتو حافظين الجدول باش ترسموه راه يجيكم ساهل هنا نديرو ميل هكتوباسكال تخي بيان كيستيون كاتر طلبو منا آه لا تخاديكسيون التمبيراتور شنو كنعنيو بها دونك كنعنيو بها درجة الحرارة لا بريسيون كنعنيو به الضغط نقدروهم ساهلين ماس فوليميك هي كتلة حجمية اي بيان سيغ بريسيون اتموسفيريك هو الضغط الجوي ولا الضغط الجوي هادشي اللي كاين في التمرين الاول ديما كيكون ساهل ندوز دابا لا دوزيام اكزارسيس اه اون رولي لوريفيس دو لا سيغنك باغ ان اباغاي دو مزيور هنا هاد المحقانة كيما كتلاحظو هنايا ايه ربطناها مع واحد الجهاز كيقيس لينا الضغط كيستيون ا اه ديتارميني لا فالوغ دو لا بريسيون دون سو كيساوي الضغط في هاد الحالة دونك بي شحال كتساوي إلا جينا نشوفو السام السهم كيشير لرقم ربعة والوحدة عندي هي البار دونك هنا كيشير لكاتر بار ربعة بار هذه هي القيمه ديال الضغط والوحده ديال برا الوحده ديال الضغط ولا الضغط الجوي كنعتمدو عليها ماشي الوحده العالميه وانما غير وحده عاديه نوطي لا فالور اون هيكتو باسكال طلبوا منا نحولو هاد لا فالور لهيكتو باسكال دونك بي كتساوي 4 بار الا حولنا لهيكتو باسكال تعطيكم 4000 هيكتو باسكال هتقول لي استاذ منين جبناها غادي نمشيو للجدول ها هي 4 بار نحولوها لهيكتو باسكال هي 4000 هيكتو باسكال

جهاز لي هو المحرار كاين لا طومبيراتور دو كور ا اي بي دونك هنا غادي نمشيو لا ديال لو كور مثلا تي ا والثانيه نسميوها تي بي لا طومبيراتور ديال لو كور بي هنا عندنا وهنا عندنا 10 وهنا 20 بين 10 و 20 هنا النص 15 ولكن هنا خصنا نزوميو واحد شويه باش يبان لكم مزيان دونك هنا قلنا كاين 15 باش عرفنا 15 غادي نحاول نشوفو واحد الطريقه ديجا في الدرس ديال الفوليم الا كل تدريجه صغيره شحال كتساوي يعني بين صفر و 10 تدريجه عندي بين صفر و عشرة. كان اللي نحسبوهم نلقاو 10 ديال التدريجات ما كاين مبينش مزيان واحد 2 3 4 5 واحد جوج تلاتة ربعة خمسة يعني عشرة ديال التدريجات شنو غادي نديرو غادي نديرو عشرة ناقص صفر يعني شدينا عشرة قسمنا صفر ونقسمو على عدد تدريجات شحال تدريجة كاينة عشرة عشرة ناقص صفر هي عشرة عشرة على عشرة شحال كتساوي هي واحد يعني كل تدريجة صغيرة لينا واحد دابا نجيو نحسبو دونك هنا عندنا صفر هادي خمسة وهادي عشرة وهادي دونك في الحاله هنا يكون عندنا 15 درجه الحاله الثانيه عندنا هنا هنا ردوا البال هنا عندنا صفر وهنا عندنا خمسه وهنا في التحت راه عندنا هنا ناقص خمسه لان كنزلوا تحت الصفر اذا هنا عندنا صفر هنا ناقص واحد هنا ناقص جوج هنا ناقص ثلاثه هنا ناقص اربعه يعني لا فالور اللي كاينه عندي هنا تقريبا هي ناقص ثلاثه وقيلا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص ربعة ناقص تقريبا تقريبا ناقص ثلاثة لأن يعني الشكل واضح ولكن في ورقة الامتحان اللي عندكم نتوما يبان لكم الشكل واضح ولا بلاتي ندير واحد القضية باش يبان مزيان نعاودو نزوميو حنا باش نشوفو مزيان اش عندنا هنايا يعني باش منغلطوش ها صفر ها واحد ها جوج حنا كنزلو تحت ها ناقص واحد ها ناقص جوج ها ناقص ثلاثة إذا هذه هي ناقص ثلاثة تقريبا لا كتساوي ناقص ثلاثة وهذا اللي بكحل هنا ناقص أربعة والأخيرة ناقص خمسة دونك فوالا لقينا ناقص ثلاثة موان تخوا دوغري سيلسيس رجعو دابا دونك تي لا تومبيراتور بوان uh, بي أو بيان دو كور بي هي ناقص ثلاثة دوغري سيلسيس والخرى غادي نكتبو فيها خمسطاش درجة صافي كي لو كور شو اي لو كور فوا دونك فين الجسم الاكثر سخونه لو كور شو لي سخون هو TA, l'un de la température 15, et le corps froid, je connais bien sûr euh, le corps B, le corps B, en place de l'un de corps A. Voilà, je suis allé faire ça sur l'ADA. Je vais d'abord l'exercice 3, il fait la masse volumineuse. Les mains induisent la masse volumineuse, je vais faire la maine à la chèvre, donc bien mieux. احمد شيميست غومارك دو فلاكون فلاكون كان عنو يعني بها قنينة اللي ما عرفهاش زون بيردي لور ايتيكيت يعني هادوك جوج قنينات ما دوك اللاصقات اللي فيهم المعلومات ما عند هاد احمد هذا اي دي سي دي دونتيفي لي ليكيد على دو لا ماسون بغى يعرف السميه ديال دوك المحاليل ولا دوك القنينات انطلاقا من, من الكتله الحجميه خدا لا فلاكون ا آه. كنقولو فلاكون انا كنقصدو بها قنينه باش تفهمو ها هما رسموا لكم هنايا عندنا القنينه الاولى هي هذه نسميوها ا والقنينه الثانيه عندنا هي هذه مثلا نسميوها بي اشنو دار خذا القنينه ا خدام منها شويه ديال الحجم في نسميو مثلا في ا وخدام منها الكتله او قاس الكتله ديال داك الحجم اللي هي لاماس دو ا خدا شويه من الحجم اللي هو في بي قاس الكتله ديالو اللي هي ام بي دوسامبلون بالنسبه للكتل ها هما غادي نلونهم لكم هنا باش يبانوا لكم اللي خدا دونك الا فهمتوا التمرين راه يجيكم ساهل ما صعيبش بزاف دونك لا فلاكون ا آه كونتيان شحال فيها 4000 ملي لتر اللي فيها ديال ديال داك السائل ولا فلاكون بي القنينه الثانيه ماشي 4400 400 ملي لتر حتى هي لي دو فلاكون كونتيان اون ماس ا في دو 131 غرام أحمد بيجي، جي لي فلاكون كونتنون لي ليكيد ان كوني سيغ لا بالونس ايغولفي لي ماص ام ا اي ام بي دونك ها هوي لا ماص ديال اللولة وها هي لا ماص ديال الثانية. متافقين هاد الجملة هادي غي نساوها ما عادش نستعملوها حاليا في المستوى ديالكم ما عادش نستعملوها هادي الجملة هادي تفقين؟ فوالا دونك هنا طلبوا منا نحسبوا الكتله الحجميه ديال كل كل واحد نبداو بلا ماس فوليميك ديال ا راه ساهله هذه ديروا غو ا اه. شنو هتساوي هتساوي لا ماس فوليميك ديال جسم ا اه. ولا السائل ا اه على لا ماس فوليميك ديال بي دونك ام ا اه سور في ا اه. ام ا اه فين هي عندي هي 316 هادي ديروا 316 غتقسموها على في ا اه اللي هي 400 ملل لأن الوحدات هنا هما اللي كاينين في هاد الجدول اللي ما عندناش مشكل فيهم دونك الى شدينا الكالكيلو تريسو حسبنا 316 نقسموها على 400 هذا يعطيكم 0.79 الوحده غرام على المليلتر مزيان الحاله الثانيه الحاله الثانيه هذه دي ديروا غو ديال بي شنو كتساوي كتساوي ام بي على لو فوليوم في بي لما ام بي راه هي 284 غادي نقسموها على 400 ولا حسبتوا 284 على 400 تلقاو 0.71 غرام على المليلتر صافي هانتوما جاوبتوا عليهم كيسيون دو ايدونتيفي شاك ليكيد عطيني السميه ديال ليكيد ا ولا ليكيد بي هنا اعتمدوا على الجدولات تقول لي استاذ الوحده هنا راه عندنا المليلتر وهنا عندنا السنتيمتر واحد القاعده خصكم تكون عارفين راه كل واحد سنتيم كيساوي واحد مليلتر يعني بحال السنتيم سنتيمتر مكعب بحال المليلتر بحال بحال يعني النتيجة الى لقيتو النتيجة ديال الكتلة الحجمية بالغرام على سنتيمتر مكعب راه هي نيت الغرام على المليلتر بحال بحال بغيتو تبينوها رسمو أو الجدول ديال التحويل و غتبان ليكم دونك هادشي اللي غنشوفو دابا هنا بالنسبة ل هنا لقينا صفر فاصلة تسعود المادة أ اه شنو سميتها سميتها الميثانول علاش لأن لقينا صفر فاصلة تسعود دونك هنا غادي نكتبو ميثانول عندنا هنا صفر فاصلة واحد وسبعين إذن هاد المادة سميتها الإيثير هداك السائل داك لو ليكيد وداك المادة الكيميائية سميتها الإيثير دونك فهاد التمارين ديال لاماس فوليميك ديما كتحسبوها كيقولكم عطاونا السمية ديال المحلول إذن نتمنى تكونو استفدتو من هاد الإمتحان راه مصعيبش بزاف وموعدنا في فيديوهات أخرى والسلام عليكم ورحمة